بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بلاط البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بسق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإبن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. We believe in one God, God the Father, the Pantocrator, who created heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God, the true God, begotten, not created, coincidental with the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnated of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and became man, and is crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried, and on the third day rose from the dead, according to the scriptures, ascends into the heavens, he sits at the right hand of his Father, and he's coming again in his glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. Yes, I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds with the Father and Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, and in one holy Catholic and apostolic church. We confess one baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the coming age. Amen. أخطيت، سامحوني يا إخوتي من أجل المسيح، وصلوا لأجلي. شليل فلوقي صون يا بروسف شي استطيت اسمو إيرني با جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هذا امتاو بالزور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماء، هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك بقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسار من أجل السلام الكاملة المحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب.
بمسرتك يا الله املا قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي نتناول بغير وقوع في دينونة من موهبة غير الميت السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب والذي يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا ارحمنا. تقدموا 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 على هذا الرأس كفوا برادة ولا شرق انظرنا صيد بشفاعة والدة ليلى القديسة مريم يا رب انعم لنا بمغفرة خطايا محبة الله إلى ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلينا ومخلصنا يسوع المسيح شركات وموهبة وعطية الروح القدس فلتكون مع جميعكم. مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة رأيت الوارثي whom as the Lord God of truth existing before the ages and reigning forever abiding in the highest and looking upon the lowly who has created the heaven, the earth, the sea and everything therein. The Father of our Lord God and Savior Jesus Christ.
by whom you have created all things, seen and unseen, who sits upon the throne of his glory, and who is worshipped by all the holy powers. You are seated, stand. Before whom stand the angels, archangels, the dominions, the thrones, the lordships, and the powers. Look towards the east. أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عيونان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحونك على الدوام بغير سكوت قائلين نونسيت الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الإنقاذ
بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، وأنعم علينا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خصته الذين في العالم وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، وحدد يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله. كرحمتك يا رب وليس كخطايا ام باي نشتي ام مستريون انت تي متفسي ابيض افسي شار اتف افمو خايب ان خيم بكوزمو اليسوس استف أبيتشين أوي كجنب جي جسوب إن أتتشني وإن أتسليف أو مكاريون أو هين رفتان خو كين آتي جفايب قن أم اسمي فوق نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكر آمين وباركه آمين وقدسه ونعترف ونماجد
سماه وأعطى لخواص التلاميذ القدسيين رسل أطهار قائلان خذوا كل منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري هذا هو بالحقيقة آمين بايريتيون بك أبت من انصاب زيبنون أفسد في إبولخن إربنم أمو إطاف شبه آمين آفذ مؤيرو آمين أفئر آجي يدينيمو بالم بستيف أمي كي أمال أغا من كي سقصا زو آمين آف جمتي بي أفتي في أون النيت نوفن آجيو سماسيتيس أوهن أبسطولو سيث أوهب إبقو إيموس جيتش يسئبو لنخيط فتيرو فاي غربي بأثنوف انتي تذيتي كم فيريطونا فم فيبول جنسنون مهن كميشن ستيب ابكو ايفو لنتيني نوفي فاي ايرت في ايبا ايرف مي ايف اي فاي نؤمن خين اوم اسمي امين كل مرتين تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي آمين 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 بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة صعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله إن إير ينهون مفمي النفخي وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك يا الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال اشتدوا لله بخوف ورادات
نسبحك نباركك نهدمك يا أرهب ونسجد لك نسيت هذا الخبز جعله جسدا مقدسا له من آمين وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له أيضا من آمين يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه يا رب مرحم يا مرحم يا رب جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهر لأنفسنا أجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية يا رب ارحم هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا نذكر يا رب أبانا الطوبى المكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا الأنباء تودروس الثاني وشريكه في خدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنباء بولا صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المكرم الأنباء تودروس الثاني أبا ومطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف الأنباء بولا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية يا رب والذين يوصلون معهما كلمة الحق باستقامة بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والبزياقونين وسبع طغمات كنيسة الله يا رب ارحم وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا ما حمنا يا الله ضابطا Remember, O Lord, the safety of this holy place, which is yours and every place and every monastery of our Orthodox fathers. Pray for the safety of the word and of the city of ours, and all cities, districts, islands, and monasteries. Lord, have mercy. And those who dwell therein in God's faith.
earth graciously accord, O Lord, the air of heaven, the fruits of the earth, the water of the river, the seeds, the herbs, and the plants of the field this year. Bless them. Pray for the air of the heaven, the fruits of the earth, the rising of the woods of the rivers, the seeds, the herbs, and the plants of the field, that Christ our God may bless them, bring them to perfection and peace of our home, and forgive us our sins. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. أسعدك مقداري كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرصا ولتكثر أسمار وأعدى للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا كحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا يا رب ارحم لأن هذا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء آباؤنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد والقديس استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء والقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيل والشهيد والبطريرك القديس أويروس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وأبانا أنبا يحنس القموس وأبانا أنبا بيشوي البار وأبوينا القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا
والقوي القديس الأنبا مو وبنى باب خوم أبو الشركة وبنى باشنو رئيس المتوحدين وبنى بنو فرساء وبنى بصمويل المعترف والشهيد العظيم ماري جرجس والشهيد العظيم ماري مين العجيبي والشهيد العظيم فلوباتير مرقر يوسف أبو سفين والشهيد العظيم أبو فهم الجند الوسيمي والشهيد العظيم أبو سخيرون القليني والشهيد العظيم الأمير تدرس الشطبي والأمير تدرس المشرقي والشهيد العظيم بنو بنيسي والشهيد العظيم القديس يوليوس الأقفاص أب الشهداء والقديس العظيم سمعان الدباغ والقديس العظيم الأنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة والقديس العظيم أبو نميخيل البحير تلميذه وكل مصافي قديسيك إننا يا سيدنا لسنا أهلا الآن أن نتشفع في طباوية أولئك القديسين بل هم القيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا معوض عنا يشفعون في زلاتنا ويرثون لضعفنا كن غافرا لخطايانا تاركا لآثامنا من أجل طلباتنا المقدسة ومن أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا الخاريون فليقول أسماء بن البطارق القديسين الذين رقدوا الرب نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نجحهم آمين الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم
في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية. في ذلك الموضع ونحن أيضا غرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك ونم علينا بسلامك إلى التمام. كامك آن هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دار الدهور. آمين. إلى ملكوتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم والقدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأل ويجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراره الإلهية غير المائتة. كريستوس انجبيبا تكرتو ربشو سبين نوتي. آمين آمين. ابرو سبك ساسته السلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد أبانا آدم وبني إلى الفردوس ودفننا معه وبموته أبطل عدة الموت وفي ثالث يوم قام من الأموات.
المسيح قام من بين الأموات. وظهر لمريم المجدلية وكلمها كذا قائلا: أعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلان: إخريستوس أنيستي إكنيكرون. إخريستوس أنيستي المسيح قام من الأموات وبالموت داث الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية. ونفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلان: اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم مغفرات ومن أمسكتم عليهم أمسك. كيريا لايسون كيريا لايسون يا رب ارحم. بعد 40 يوما صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي الصالح وأرسل لنا المعزي روح الحق مثل ألسنات نار. كيريا لايسون كيريا لايسون يا رب ارحم. أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طاهر نكسر بدالة وبغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب الذي في السماوات ونقول: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد والأمين. بالمسيح يسوع Ερηνιβόσι, το πνεύμα της
لك نعمتك يا رب. إنك الخطايا الخاصة من قسيت قلبي لأتمنى شعبك من نعمة روحك ندوس حالنا وحال كل شعبك من كل خطية من كل العالم من كل كحول من كل يمين كيزة كل ملاقات الهارة قبل سنين نعم علينا سيدنا بعقل وقوة وفهم نحرف إلى التمام من كل أمر رضي نحن يا رب أن نصنع مرضاتك كل حين اكتب أسماءنا يا رب كل صفوف قدسيك في ملكة السماء بالمسيح أسوى ربنا هذا الذي كان عندك الكرم والسجود الآن وكل أمام ظهر طول كل أمين أذكره بسلام كان استفر روح لك حيلا بسلك أنها رسول إليها زي الكائن من مقاصد المسكونة الأقاصيل أذكره بسلامة أبينا الباب الأنبي تدرس السين وشريك مرسل أسقط مكرم من ربولة حفظا أحفظا لنا سنين كثيرة بسم الله السلام يا عبد أذكره بكل شعبك اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها استحقا معروك ننصت بخوف الله مين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون قدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد الروح القدس امين سلام لجميعكم وروحك ايضا جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين ودم عمانوئيل إلى هنا هذا هو بالحقيقة آمين حقا أؤمن واعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة أمين 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 أؤمن أن هذا هو
بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اليوم أن نذكره في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكن معكم. رتلوا بنشيد الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا يا رب Yeah.